في العبادات درسنا الصوم أو الصيام، وخاصة صيام رمضان. هذه الصيام في اللغة العربية هو الإمساك، أمسك أي كف توقف عن الشيء، وشرعا أي في الدين هو الإمساك أي التوقف عن المفطرات أي الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وهو ثاني فرائض الإسلام وأركانه الواجبة على الأمة الإسلامية. وتوحي دراسة تاريخ الصوم أنه أقدم العبادات التي فرضت على العالم وفي الأديان كلها، أي خاصة الأديان السماوية سبقت الإسلام في ذلك. ولذلك قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 183: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم ولعلكم تشكرون. الفرق بين الآية 180 والآية 185 هو أن في الآية الأولى يؤكد الصيام كفريضة عموما كما فرضت على الذين من قبل المسلمين، وفي الآية 185 يؤكد على فريضة شهر رمضان. ما تبقى من الصيام هو نوع هو نوا هو نافلة هو نوافل كنوافل الصلاة. ثم هناك حديث يؤكد فريضة الصيام أيضا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أي هذا الحديث يؤكد على الصيام كركن من أركان الإسلام الخمس، أي أنه فريضة ليقول المسلم أنه مسلم يجب أن يقوم بهذه العبادة تماما كالصلاة. ومن أركان الصيام النية والكف عن كل مفطر، كما قلنا الطعام والجماع والشراب. والشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص حتى يقبل منه الصيام هي الإسلام، طبعا لن نطالب شخصا ليس مسلما بالصيام. العقل أي النية، العقل هو مربوط بالنية والإرادة، أي أننا نقرر مثلا أن نصوم. فرق بين أن نصوم لأننا مجبرين، مثلا ننسى أن نفطر، أن نأكل شيئا لأننا مشغولون بشيء هام مثلا، هذا لا يعتبر، ونجد أننا فعلا صمنا من الفجر إلى المغرب، هذا لا يعتبر صيام. يجب النية وأننا أخذنا قرار الصيام بعقلنا وبإرادتنا. ثم البلوغ، لا نطالب طفلا ليس بالغا بالصيام، لأنه يجب أن تتوفر قوة جسدية معينة لنفرض الصيام، والقدرة والطهارة والإقامة. من الأحاديث التي تبين لنا قيمة الصيام وظروفه وما يجب أن نفعله هو خلاف الكف عن الأكل والشرب والجماع، هي الكف عن كل المهلكات والمعصيات وما يكره في الإسلام، أي القيام بمحاسن الأخلاق وتجنب مساوئها. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرأ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم مرتين. رواه البخاري ومسلم. جنة هي ما تمنعك، هو الشيء الذي يمنعك عن الشيء،
هذا الحديث دليل على أن الصائم مطالب بحفظ صومه، وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها، ليؤدي الصوم ثمرته المطلوبة وتترتب عليه المغفرة الموعودة. والصيام مدرسة تربوية تعلم الحلم والصبر والصدق، وتحث على مكارم الأخلاق وفضائل الأقوال والأعمال. فالصائم لا يصخب ولا يغلو ولا يغضب ولا ينطق كذبا ولا يقول زورا ولا يخلف وعدا ولا يؤخر عملا، بل قوله ذكر وصمته فكر. وإن وقت الصائم لأنفس وأغلى من أن ينفق في هذه المهلكات التي تؤثر على ثواب الصيام أو تذهب حقيقته. نأتي الآن إلى حوصلة للفوائد الروحية والفوائد الاجتماعية للصيام. في الصيام وقاية من شرور النفس، وتدرب على تقوى الله، وترك الشر والظلم والغش والفساد، وتخفيف الشهوة، وكل هذا تدريب للنفس وارتقاء بالروح وتزكية لها. أما عن الفوائد الاجتماعية فخاصة التراحم والإحساس بصعوبات وحاجيات الآخرين عندما نذوق ما يذوقون مثلا من جوع وعطش. المساواة بين الأغنياء والفقراء نوع من العدالة. تقوية الإرادة والتعود على الصبر، وهنا نجد صفات من صفات الله تعالى، الرحمة، فنصبح نقترب قليلا من الله بتبني صفاته، فنصبح رحيمين تتجلى رحمة الله عبر رحمتنا للآخرين. ونرنو أيضا إلى عدله عبر تحقيق المساواة، لأن الله عادل، فنحاول أن نكون أكثر عدلا في رمضان. وأخيرا تقوية الإرادة والتعود على الصبر، أي القوة والصبر، ومن صفات الله الصبر والشدة والقوة. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس. أتمنى لكم تحضيرا طيبا إعدادا طيبا للامتحان، وإلى اللقاء.